أهلا بكم إلى أهم أخبار الجزائر، وهذه عناوينها: قضية ريحانة في محكمة الأحداث خلال الشهر الجاري، 5 سنوات حبسا نافذا ضد متورطين في المضاربة بالحبوب، ومنح المنتخب الوطني للمحليين مكافأة بمبلغ 800,000 دولار. برمجت الدورة الجنائية في مجلس قضاء باتنا قضية الأستاذة ريحانة ضحية الاعتداء بطعنة خنجر في 21 من الشهر الجاري في محكمة الأحداث، وهي الحادثة التي هزت ولاية باتنا وكامل الولايات الجزائرية والأسرة التربوية بعد اعتداء تلميذ على أستاذته داخل المدرسة. أدانت محكمة تلاق بولاية سيدي بالعباس غرب الجزائر شخصين بالسجن 5 سنوات لجنحة المضاربة في الحبوب وجنحة المضاربة غير المشروعة في الحبوب وجنحة عدم الفوترة وجنحة إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية المقتناة قصد التحويل. كشف تقرير لصندوق النقد العربي أن مستويات تنافسية للاقتصادات العربية خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2021 شهدت تحسناً في 6 دول خلال هذه الفترة من بينها الجزائر، ويتكون المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية من مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة الاستثمار وجاذبيته. تمكنت مصالح الجمارك بتمرس جنوب الجزائر من حجز 13,600 لتر من البنزين الموجهة للتهريب، وجدت في مخبأ مهيئ لتخزين البضائع الموجهة للتهريب حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك. سيحصل المنتخب الجزائري الخاسر في نهائي الشان والذي حل في المرتبة الثانية على مبلغ 800,000 دولار مكافأة مالية، في حين ستحصل السنغال بطل أفريقيا للاعبين المحليين على 2,000,000 دولار. نهاية هذه النشرة وإلى اللقاء.